أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، مرحبا بكم في برنامج عين على المغرب. موضوع حلقتنا اليوم التصوف السني. للنقاش نستضيف وإياكم فضيلة الدكتور الباحث في الشؤون الدينية الدكتور عبدي عيدودي. مرحبا دكتور. مرحبا أستاذ محسن. البعض يعيدها إلى أهل الصفة، والبعض الآخر إلى الصفاء، وغيرهم إلى الصف الأول، وآخرون إلى بني صوفة. فما هي الصوفية؟ الصوفية طبعا هو مذهب تأسس منذ القدم، وهي محاولة للارتقاء بالنفس من كل ما يربطها بالأرض وحاجياتها البيولوجية إلى السماء وحيث حاجاتها الروحية. ويرجح قول بأنها صفاء كزرقة السماء، ارتقاء إلى السماء، سواء من اعتبر السماء آلهة فتعبد بها، أو ظواهرها آلهة فتعبد بها، أو سواء من اعتبر السماء أنها عروجا إلى سدرة المنتهى حيث الله عز وجل، والخلود به والتوحد به. من هنا كانت الصوفية. أكيد أنه هناك عدد كبير من الصوفية يعني حادوا عن المنهج، عن المنهج الصحيح، وخالفوا الكتاب والسنة، يظهر بعد ذلك التصوف السني. صحيح أن الصوفية لها مستويات متعددة. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل من يعول هذا، قالوا أخوه، فقال أخوه أعبد منه، أكد بأن التصوف يجب أن يرتبط بالسنة، ويكون التصوف سلوكا وعملا، من حديثه عليه الصلاة والسلام في تعريف الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإسلام كما نعرف جميعا أنه دين عبادة وعمل، معاملات وعبادات. أيضا لا يمكن أن تكون صوفيا 100% وتوقف العمل، فمن سينتج في هذه الكرة الأرضية، ومن سيعمل، ومن سيوفر لهذه البشرية قوتها إذا البشرية كلها صعدت إلى الجبل وتوجهت إلى التصوف الخالص؟ فهذا غير محمود وغير مقبول في الشريعة الإسلامية. ولكن التصوف السني الذي تبناه أهل المغرب هو التصوف المقرون بالعمل، أن تستحضر الله في عملك، وتستحضر الله في قولك، وتستحضر الله في فعلك، فيكون عملك متقنا محكما لأنك استحضرت الله فيه وذكرت الله فيه. وهنا يقال بأنه سبق المفردون، يعني سبق الذين يعملون وهم يقولون لا إله إلا الله ويذكرون. أما العمل الغير مقرون بالله فهو ليس تصوفا، يكون عملا من أجل العمل فقط. فإذا اقترن العمل بالذكر فأنت في تصوف وفي عبادة، والعمل أيضا هو عبادة. وكما قلت حين سأل عن من يعوله، قال أخوه، فقيل أخوه أعبد منه. نعم، إذن هذا هو جوهر التصوف السني. فمن هم يعني أبرز أعلام التصوف السني الحق؟ الجنيد بالمغرب طبعا هو الذي أسس وسلوكا وعملا وقولا لهذا المفهوم أو لهذا المذهب التصوف السني، وهو أن تقوم بالعمل وتقرنه بالعبادة وتستحضر الله فيه، فيكون عملك يعطيك مزيدا من التحلي ويعطيك مزيدا من التخلي. أنت تتخلى عن الشر وعن الكذب وعن النفاق وعن الإساءة وعن الحقد وعن الحسد وعن كل ما أمر الله بأن تتخلى عنه، ثم يذهب بك إلى التحلي، أنك يرتقي بك ذكرك واستحضارك إلى الله إلى التحلي بأوامره وإلى القيام بكل أوامره وإلى استحضاره وطاعته في كل صغيرة وكبيرة. هي الارتقاء إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله
كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو التصوف السني، وهذا جوهره ولب حقيقته. فلماذا اختار المغاربة التصوف السني؟ المغاربة اختاروا طبعا التصوف السني لأنه مقرون بالعمل ويدعو إلى العمل، يلائم الطبيعة، ولأنه يقبل الآخر أيضا. ففي وحدة العقيدة والفقه والتصوف هناك وحدة ناظمة لهذه التوابت الدينية الثلاث. ففي العقيدة توحيد وإفراد لله دون إشراك لغيره، وفي السلوك الفقه طبعا، وفي الفقه طبعا استحضار للقواعد الفاصلة بين حلاله وحرامه، وفي التصوف يتجلى هذا التوحيد من خلال استحضار الله في عملك وفي عملك ومن خلال تحقيق أمره تعالى في أفعالك وفي عملك. إذن هما منظومة متكاملة وحدت هذا الإسلام المغربي المعتدل الذي لا يكفر أحد بذنب، وجعل التسامح والرحمة من صفات هذا الدين الإسلامي المغربي السمح. شكرا دكتور على هذه الإضافة والتوضيحات النيرة. أعزائي المشاهدين، نضرب لكم موعدا في حلقة قادمة من برنامجكم عين على المغرب، فكونوا في الموعد. شكرا.